طبتم وطابت أوقاتكم، لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم. أسبوع جديد مع راوية القاسم. صباح النور راوية، لدينا العديد اليوم. صحيح، صباح النور مشاهدينا. إذن مواضيع متنوعة نبدأها بأبرز العناوين. الرياضة أخلاق وإنسانية، رسالة تهاني القحطاني إلى العالم في أولمبياد طوكيو بعد لقائهما أو لقائها مع غريمتها الإسرائيلية. صباح العربية يأخذكم في جولة على قصر بيت الكاتب بالطائف، إرث تاريخي يعود ل 1898 وأطلق عليه قصر النيابة، فما هي قصته؟ سنكون معكم بعد قليل، في جولة من داخل قصور الطائف التاريخية والتي بنيت قبل 100 عام. من مشرد في شوارع نيويورك إلى أحد أكبر أثرياء البيتكوين، راي يوسف يتحدث لصباح العربية عن وصفته للنجاح. مهنة تحدد الجودة والنكهة لأنواع الشاي المختلفة قد تبدو سهلة لكنها أصعب مما نتخيل. من مصر نتعرف على متذوقي الشاي. وضمن مواضيع حلقتنا لليوم أيضا، في الكويت لا سفر دون تلقي جرعتي لقاح كورونا، وجدل واسع حول قرارات الحكومة الأخيرة بشأن اللقاح. هذا اللي عطانا في المدرسة. ابتسامة وطن، هكذا نعى الجمهور رحيل الفنانة الكويتية القديرة انتصار الشراح، من أدخلت البسمة إلى كل بيت خليجي وصانعة البهجة في الوطن العربي. ولكن منذ ظهورك في باي باي لندن وأنت التحصين عنوان مرحلة جديدة في التعامل مع كورونا في السعودية، واليوم البدء في استقبال الموظفين المحصنين فقط في القطاعات الحكومية والخاصة. الخسارة ليست نهاية العالم رياضيا، هذا ما أكدته بطلة التايكواندو السعودية تهاني القحطاني التي واجهت نظيرتها الإسرائيلية بشجاعة وودعت المنافسة بإنسانية واحترافية. وعلى الرغم من أنها لم توفق في نهاية النزال إلا أنها نالت احترام العالم بروحها الرياضية التي لاقت دعما شعبيا ورسميا، حيث أكدت الأميرة ريما بنت بندر السعود سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة أنها فخورة جدا بتهاني القحطاني لتمثيلها المرأة السعودية بشكل جيد في الأولمبياد.
إذن سيكون موضوعنا عن بطلة الجودو تهاني القحطاني. صحيح. إذن ينضم أيضا إلينا هنا في الاستوديو لطفي الزعبي الإعلام الرياضي. شلنا لك خبير؟ خليك إعلام رياضي حسب الحاجة. طيب لطفي خلينا نبدأ اليوم بكثير مواضيع بالنسبة لنا، نبدأ بتهاني القحطاني، يعني بالتأكيد مشاركتها والأصداء اللي حصلت عليها بعد اللقاء. هلا في أكثر في إنجاز سعودي آخر في 400 متر، لكن بالضبط. نبدأ فيه الإنجاز السعودي وهو سباق 400 متر رجال، استطاعنا يسجل 45 ثانية وحوالي 16 جزء من الثانية، وكان هذا الإنجاز وفاز بالمركز الأول وتأهل للدور القادم مباراة نصف النهائي يوم الأحد والنهائي يوم 5/8. أعتقد أنه هذا مبشر بأنه يقدر يعمل شيء أو يعمل إنجاز كويس للعرب. بعتقد سباق 400 متر بيمتاز يسمى بقاهر الرجال، قاهر الرجال لأنه اللاعب يشعر بأنه في آخر 50 متر وكأنه يركض في الوحل. سباق يعتمد على السرعة والتحمل والمطاولة والجلد، فبيحتاج جهد كبير جدا من المتسابق. هذا اللاعب حقق انتصارات عديدة وله اسم بهذا المجال. نعم يعني هو متوقع إذا استطاع أنه يمشي على هذا الرتم، أعتقد أنه حيتمكن من أنه إن شاء الله طموحنا كعرب أنه نجيب نصف النهائي يوم الاثنين يوم الاثنين ونهائي يوم 5/8. نعم. تهاني القحطاني هذا موضوع يعني. تهاني شوف بالآخر هلا هذه المشاركة، دائما المشاركة مع لاعب إسرائيلي إنه بتعمل لغط، يعني اللاعب الجزائري انسحب، تهاني قررت تشارك، هو لازم يكون تنسيق بين الاتحاد وبين اللاعب. اللاعب قرر يشارك، هي أرادت إنها تسجل إنه أنا كرياضية محترفة بتبعد عن السياسة، أنا بدي أشتغل رياضة، عايز ألعب وأقدم الروح الرياضية العالية، الأخلاق الإسلامية، العادات التقاليد اللي هي، وتصرفت كمحترفة بعيدا عن أي بعد آخر. حتى اللي أحببته برد فعل لتهاني بحديثة لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت أنا طفيت تليفوني ليومين وأتجهز لبطولات عالمية أخرى، هذه روحي. هي تسعى لأنها تعمل شيء بباريس، لكن مهم جدا موضوع الإعداد والتدريب وتأخذ معسكرات أكثر وتكون جاهزة بصورة أفضل طبعا للمنافسات القادمة. أيضا قادم جديد وحديث جديد هو حارس مصر، وهو اللقب الذي أطلق على حارس منتخب المصري لكرة اليد كريم هنداوي، طبعا لتلقى العديد من الإشادات لأدائه في هذه البطولة حتى الآن. كريم هنداوي حارس أحلام مصر. شوف بكرة القدم بيقولوا الحارس نصف الفريق، وفي أيضا في كل الألعاب الرياضية لما الحارس بكون قوي هو الآخر خط دفاع في المعركة في المنافسات. إذا كان قوي خلاص أنت دورك كلاعب مهاجم كلكم هو السد العالي، هو السد العالي زي شو اسمه حارس فبالتالي زي أحمد شوبير، زي شوبير صديقنا طبعا هو حبيبنا. فإذا كان الحارس قوي يستطيع أن يصد كل شيء. بلا شك. الآن هم في مباراة مصر لعبوا مع السويد 27-22 تهت، ومع البحرين اليوم 30-20، فأعتقد أنه هذا مبشر الخير، أول مرة فريق عربي بوصل لهالدور. احنا دائما نشكي انه عندنا الالعاب الفرديه اللي بتجيب مش الجماعيه، الجماعيه ما عم بتجيب صراحه. نعم. ننتقل الان الى ايتالو فيريرا. نعم. اللي يمثل قصه ملهمه وطريقه وصوله الى الاولمبياد. اولا هو كان على لوح خشبي، يعني شيء تبع هو مش محترفين، واستطاع انه الكرمجة. يقاتل. شوف الموضوع الركمجة، التحدي والإصرار والعزيمة والإعداد الذهني، أنا عايز أكون بطل بكل الظروف الصعبة. هذا درس إلنا كعرب، إحنا دائما نقول الإمكانات الإعداد الظروف، هيو ما عندوش ولا إشي. بالبرازيل كلهم فقراء، كل نجوم كرة القدم فقراء، أهله بتلاقي بتشتغل خادمة في البيوت أو بيكون يشتغل بنظف برك سباحة، والد رونالدينو، كل اللعيبة جاءوا من قاع المجتمع واستطاعوا انه ينقلوا اهاليهم لاعلى المجتمع. الفوز والميداليه طبعا بالتأكيد. انجاز كبير. طيب الهام جديد يضاف الى سلسله الملهمين هذه، اول مره في التاريخ الفلبين، تخيل الفلبين تصدر ماذا للعالم. الفلبين بصراحه تقديرنا واحترامنا لسيدات البيوت اللي بيساعد من سيداتنا، انه استطاعت تسجل التاريخ، اول لاعبه فلبيني بتفوز بالذهب، اول مره يعزف السلام الوطني، دخلت تاريخ الاولمبياد، دخلت تاريخ العالم، دخلت تاريخ بلادها. كل الاحترام والتاثر اصلا جدا واضح انه قديش سعيده، لانه اول مره، تخيلي انت اول مره تحملي علم بلدك
أول مرة يعزف السلام من أجلك أنت، تسعد كل الفلبينيين الموجودين في العالم. أعتقد أنه شعور يعني لا يوصف. هذه هي الرياضة بطبيعة الحال. نعم. ولكن هناك أمور تحصل بالأولمبياد. نعم. أمور عنصرية. نعم. وكذلك الإساءة العنصرية التي تعرض لها فعليا الدراج الجزائري عز الدين لعقاب. عز الدين، شوفي، المدير الفريق، المدير الفريق الألماني وصف، قال للاعبه أنه اسبقوا هذا رأي الجمال، أو يعني نوع من الإهانة. يعتقد هي مفخرة إحنا كالعرب، إحنا أهل الجمال وأهل الصحراء وأهل البداوة والبدو والفلاحنا، يعني هذا شيء من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، فهذه كنوع من الطبقية ونوع من العنصرية. هلا المسج وصل واللاعب رد عليه انه هذا، انه هذا احنا هيك يعني، واحنا نفتخر يعني اذا انت فبالتالي اللي صار انه ابعد من المونديال، تم طرده، اعتذر، لم يقبل اعتذاره. هذه طبعا بالتأكيد مفخرة لنا وليست انتقاصة كما يراها. نعم. هذا المدرب. نعم. شكرا جزيلا لطفي الزعبي لإعلام الرياضي، شكرا راوية، يعطيكم العافية. الاسم مزبوطة. شكرا. لا لا لا، حافظ اسمي كويس. طيب، عادة ما يكون الفرح بالإنجاز هو نصف الإنجاز. في مصر تحققت هذه المقولة تماما، حيث حظي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا منتخب مصر للتايكواندو باستقبال الأبطال عقب عودتهم إلى القاهرة، بعد أن حقق إنجازا مهما تمثل في الحصول على ميداليتين برونزيتين في منافسات وزن 80 و 67 كيلوغراما على الترتيب في المنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي ما تزال مستمرة وين في طوكيو. مشاهدينا في صباح العربية، طبعا يعني الآن موسم سياحي والعديد من القرارات الحكومية حول هذا الموضوع. الله يرزقنا إجازة. يلا إذن مشاهدينا، بعد قرابة 17 شهرا من تعليق العمل بالتأشيرات السياحية، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن استقبال السياح المحصنين بالكامل ابتداء من اليوم الأول من أغسطس، وذلك دون الحاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول وإحضار ما يثبت إجراء اختبار وظهور نتيجته سلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة. جميل. طيب، مع فتح باب السياحة طبعا المملكة اليوم، كاميرا صباح العربية راح تأخذكم إلى موطن الورد، الورد الطائفي، حيث يجتمع الجمال والتراث. لكن قبل ذلك تفاصيل أكثر عن رحلتنا اليوم، نشاهد معا هذه اللقطات والمناظر، إن شاء الله تساعدكم. سحر ما لم ترى، جمال ما لم ترى، هي جنة أرض وسماء. Yeah.
الطائف مدينة الورود وعروس المصايف تحظى بنصيب هام من السياحة الداخلية والخارجية بالمملكة لمناخها المعتدل نهاراً والبارد ليلاً. تحتضن الورد الطائفي وتضم أكثر من 1000 مزرعة تنتج ما يفوق عن 500 مليون وردة كل ربيع، يستخلص منها أجود أنواع العطور. هي جوهرة تاريخية غنية بالتراث من القصور والحصون كقصر بيت الكعكي وشبرا وبيت الكاتب. سوق عقاظ من أهم معالمها السياحية والثقافية والتاريخية، يستمد أهميته من موقعه الذي كان يقام عليه سوق عقاظ القديم. تحتضن طبيعة جبلية خلابة، لذلك تعد من الوجهات المفضلة للسياح لممارسة رياضة الهايكينج، خاصة في جبل دكب الشفا الذي يرتفع عن سطح البحر 2500 متر تقريبا. السياحة الزراعية خيار الباحثين عن الهدوء بين عناقير العنب والرمان التي تشتهر بها، وكذلك البرشومي أو ما يعرف بالتين الشوكي سيد فاكهة الطائف. يقولون ياكلك أكل البرشوم، ياكلك حبة حبة. يلا يا رب. إذن يعد بيت الكاتب أحد أهم المعالم التاريخية في مدينة الطائف، والذي شيد عام 1898 ويختزل تاريخ العمارة هناك، وأطلق عليه فعليا الملك فيصل الراحل اسم قصر النيابة، لأنه كان يسكنه في الصيف عندما ينوب أباه على ولاية الحجاز، وأمر الملك سلمان بترميمه عام 2014. للمزيد ينضم إلينا من قصر بيت الكاتب في الطائف مراسلنا سعود الخلف. نسمع الورد أكيد حاط يعني ما راح أسولف. طيب سعود، اليوم هذا البيت، بيت الكاتب، بلا يعني بيت النيابة، بيت الكاتب، انتهى ترميمه ولا بعد؟ ولا الأعمال ما زالت جارية؟ قبل أن أدخل في موضوع الترميم، أنت قاعد تلحلح تبي تيجي الطائف عشان تأخذ الإجازة. إي بس أولاً أنت مكمل تحصينك ولا لا؟ لا مكمل خالص. خدت اللقاح الجرعتين؟ جرعتين والله أبد. يلا يا عمي قدم إجازتك وتعال. يلا قدم إجازتك وتعال. خلاص اسمع عليك. الحكي للإدارة والجماعة. أياك. يلا تفضل حبيبي. عطوه عادل، يستاهل يستاهل يحب الطائف عادل. عموما احنا الان مثل ما ذكرتوا قصر الكاتب او قصر النيابة. طبعا هذا القصر بني او استغرق بناؤه 3 سنوات مستمرة، هو تعود ملكيته الى احفاد او ورثة درويش محمد علي عبد الواحد الكاتب، ونسبة اليه سمي بالكاتب، وايضا النيابة لان الملك فيصل سكن هذا القصر عندما كان نائب الملك عبد العزيز على الحجاز. في معلومتين مهمة، انه هذا القصر ولد فيه وزير الخارجية الأسبق الأمير سعود الفيصل رحمة الله عليه. هو الآن كما ذكرنا لأحفاد وورثة درويش الكاتب، ودرويش الكاتب هو جد الوزير والدكتور غازي القصيبي رحمة الله عليه من جهة الأم. فهذا القصر يعني يحمل قيمة تراثية وأثرية رائعة جدا. احنا بناخذكم في جولة. خذنا. طبعا انت كنت بتتكلم عن الترميم، الترميم كان في السابق مثل ما انتم شايفين، هذا هو المدخل واحنا في الدور الاول اللي هو دور الاستقبال. نتمنى فعليا انه يكون في ترميم بشكل كامل، لانه مثل هذه القصور يعني تحمل قيمه عاليه جدا. انت مثل ما انت شايف حنوريك البيبان اللي يعني صممت باشكال وتصاميم عرفت فيها المنطقة، منطقة الحجاز ككل، وهي الطراز الحجازي. صحيح. هذه هي الصالة، صالة الاستقبال، العواميد وأيضا الأقواس. طبعا المكان يحتاج فعليا كما ذكرنا إلى ترميم حتى ولفتة مهمة ليكون على الأقل متحف أو مزار سياحي. كثير من الناس عادل وراوية يريدون اكتشاف هذه القصور من الداخل. القصور طبعا مغلقة،
هنالك أكثر من قصر. على فكرة سعود راوية كان عندها أسئلة وانتهى وقتنا وانت ما خليتها تسأل المرة الجاية. يعني لا خليها تسأل مناخر. لا سعود هيدك النقطة التي تحدثت عنها، أنه هل هذه القصور متاحة للأشخاص الذين يودون السياحة بمدينة الطائف اللي معروف أنه فيها أكثر من موقع سياحي؟ لاحقا سنتحدث أيضا عن قصر الكعكي اللي هو من أهم أيضا المواقع الأثرية اللي يمثل العمارة الإسلامية وأيضا لمدينة الحجاز. صحيح صحيح، طبعا القصور هذه لا زالت ملكيتها للأفراد، فبالتالي يمنع الدخول لها إلا يعني طبعا بإذن. هنالك من يدخل إلى هذه القصور بطرق غير نظامية ليكتشفوا ما بداخلها، ولكن نتمنى لكل من يستطيع الدخول على هذه القصور أن يحافظ عليها ولا يعبث بها بالكتابة أو بعمل أي تشويه لشكلها وهويتها. جواك الله، خلي الكاميرا تتجول. جواك الله يا سعود، جواك الله، وإحنا بانتظار أيضا الشرح الكثير من جوانب القصر والقصور الأخرى في المنطقة. شكرا سعود لك. الخلف شكرا لك. التطور التكنولوجي كان سببا في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء، أغلبهم جنوا ثرواتهم بسبب عملهم في مجال التكنولوجيا والبرمجة، مثل بيل غيتس، جيف بيزوس، إيلون ماسك وغيرهم. طبعا أحمد العناني التقى بهؤلاء الأشخاص أو أحدهم تحديدا في مجال التكنولوجيا اللي منحته كل شيء، ثم تسببت في خسارته لكل ما يملك، وحتى عاد وبنى ثروته مجددا، لكن هذه المرة بسبب البيتكوين. لقد عشت حياة وحيدة بمفردي لفترة طويلة، ووصل بي الأمر إلى أن أصبحت مشردا في شوارع مدينة نيويورك. هل تساءلتم يوما عن سر النجاح؟ هل حاولتم مرة أن تبدأوا مشروعا أو تنفذوا فكرة ما ولم تنجحوا؟ هل هناك وصفة سحرية قادرة على أن تخلق النجاح؟ ري يوسف رائد أعمال ومبرمج كمبيوتر أمريكي من أصول مصرية، استطاع أن يجد طريق النجاح، لكن بعد أن فقد كل شيء ونفدت كل حيله حتى انتهى به الأمر وأصبح في الشارع بلا مأوى. أول المشاريع قمت بها كانت ناجحة جدا وكنت فخورا بنفسي، فقررت أن أتوقف لفترة عن العمل، كنت بحاجة لأن أبتعد عن التكنولوجيا والعمل فيها. في العام 1999 قمت بتصميم برنامج نابستر لنغمات الهاتف الجوال الموسيقية، حيث يقوم الناس بتصميم النغمة ورفعها على الموقع، ثم يتم بيعها عبر المواقع وإرسالها للمشتري عبر رسالة نصية. اشتريت لأمي منزلا جميلا في نيويورك، وسافرت حول العالم، وتدربت على رياضات قتالية مثل الملاكمة والMMA. حتى هذه اللحظة تبدو قصة ري جميلة وفي قمة النجاح، لكن ذلك النجاح لم يستمر طويلاً. بعد ذلك عدت لأمي حيث تطلق والدي، واضطررت لشراء منزل آخر لها، وقلت لنفسي سأبدأ مرة أخرى وسأحقق النجاح أيضاً لمرة أخرى. لكن الله له طرق مختلفة في إعادة ضبط توقعاتنا من أجل أن يعلمنا، وهذا يعني أن الله أحياناً يجعلنا نفشل. مررت بأحد عشر فشلاً على التوالي، كان أمراً صعباً جداً. تخيل أنت كشاب في ريعان شبابك تفشل مجددا ومجددا وعلى مدار 7 سنوات. لقد عشت حياة وحيدة بمفردي لفترة طويلة، ووصل بي الأمر إلى أن أصبحت مشردا في شوارع مدينة نيويورك وفقدت كل مدخراتي. لكن ري لم يفقد الأمل، ولم يزده الفشل إلا إصرارا على النجاح، فكيف لمن ذاق طعم النجاح أن يتوه عنه؟ كانت رحلة صعبة جدا، لكن في إحدى الليالي كانت ليلة خاصة في الحقيقة، وكنت في غاية الفقر ولم أعرف ماذا أفعل، إلى أين أذهب أو إلى من ألجأ. فسألت الصوت الوحيد الذي أعرف أنه كان يستمع، الكيان الوحيد، الله. تلك الليلة كانت في رمضان وشعرت أنها ليلة قوة، كنت مشبعا، بكيت وسألت الله النجاح وأن يدلني على الطريق، لم أكن أعرف ماذا أفعل. وها أنا الآن رئيس مجلس إدارة شركة باكسفيل، شركة قائمة بذاتها ولم تعتمد على أي شخص، لم نأخذ مالا من أي أحد. ري وجد ضالته في العملات الرقمية وتحديدا البيتكوين،
فلجأ إلى نفس فكرته الأولى لبيع نغمات الهاتف الجوال، لكن هذه المرة لبيع البيتكوين، فتصبح فكرته من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم. لصباح العربية، أحمد العناني. ومع نمو العملات المشفرة تتسع كذلك قائمة نادي المليارديرات، وفي المجمل كان هنالك 11 مليارديرا في قطاع العملات الرقمية، وقد وصلوا إلى قائمة فوربس لعام 2021 مقارنة بأربعة فقط عام 2020. سام بانكمان فرايد 29 عاما هو أغنى ملياردير في مجال العملات المشفرة، تلامس ثروته نحو 8.7 مليار دولار، والذي يدور أصولا بقيمة 2.5 مليار دولار. تضاعفت ثروة الرئيس التنفيذي والشريك لمؤسسة شركة كوين بيس براين أرمسترونغ أكثر من 6 أضعاف خلال العام الماضي، تقدر ثروته ب 6.5 مليار دولار. تبلغ ثروة التوأم كاميرون وينكلوفز وتايلر وينكلوفز 3 مليارات دولار لكل منهما، وأسس التوأم شركة جيميناي لتبادل العملات المشفرة، فيما بلغت ثروة مايكل سايلر الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات مايكرو ستراتيجي ثروته 2.3 مليار دولار. فرايد إسرام الذي شارك في تأسيس شركة كون بيس في العام 2012 ترك الشركة عام 2017، لكن حصته في الشركة تبلغ 1.9 مليار دولار. بنفس المرتبة تشانجينغ تشاو مؤسس منصة تبادل العملات الرقمية باينانس تبلغ ثروتها أيضا 1.9 مليار دولار. عودة إلى عادل وراوية، على أمل أن يكون عندكم ملايين. اللي رزقهم يرزقنا. يلا صحيح، ولكن لاحظت أن القائمة لا تتضمن اسم أي مرأة، وبالتالي نحن هيك نميل إلى قاعدين عدم المخاطرة المالية. إذن للمزيد ينضم إلينا من لندن ري يوسف مؤسس شركة باكسفل. أهلا بك ري. أهلا في صباح العربية. يعني قبل بضع سنوات كنت تعاني بشدة لدرجة أنك كنت تعيش بدون مأوى، يعني كل شيء تغير منذ ذلك الحين، كان هذا حظ أم جهد نتيجة سنوات؟ شكرا لاستضافتي، صباح الخير. كان هناك الكثير من العمل الشاق، ولكنني أود أن أقول بأننا لم نكن محظوظين، بل أنعمنا الله. قصتي قصة نجاحات وفشل، والفشل هو الذي حدد نجاحنا. فأنا مهاجر مصري من الجيل الأول، وأحيانا المصريين يكون مغرورين، وكنت عنيدا جدا، فكان علي أن أفشل بشكل كبير جدا قبل أن أحقق النجاح، ولكنني وجدت العزيمة من الله سبحانه وتعالى لكي أصل إلى ما وصلت إليه الآن. قبل 7 سنوات لم يكن لدي أي شيء، وكنت مفلس تماما، والآن فأنا محظوظ لأنني لا أملك فقط شركة تدر بالنفع والخير على الأشخاص، بل لدي مهمة أن تنفع العالم أجمع، فهذه نعمة حقيقية لأنني هنا وأنا على دراية بذلك، وأنا ممتن لذلك جدا. كل النعم من الله سبحانه وتعالى. ري، يعني الله يرزقك ويزيدك. ما هي الوصفة السحرية اللي صنعتها حتى تحقق هذه الثروة؟ دلنا عليها. الوصفة ليست وصفتي، هي رحلة كل رائد أعمال، وكلها تبدأ بالتعرف على المشكلة، ومن أجل التعرف على المشكلة يجب أن نعيش مع الناس والآخرين كمستهلك، ونعيش هذه الدورة، دورة الحياة. إن كنت تواجه أنت مشكلة فأنت مرتبط بالمشكلة، وأنت تفهمها بشكل جيد، وتستطيع أن تجد لها الحل. إذا لم تكن المشكلة مشكلتك، يجب أن تعثر المجتمع الذي يواجه هذه المشكلة، وتركز على حل هذه المشكلة مشكلة لهذه الفئة بالذات من المجتمع، لكي توفر لهم المنتج، وبعد ذلك توسع نطاقهم. هذه رحلة رواد الأعمال، خطوات بسيطة، إيجاد المشكلة والتركيز على فئة معينة من المجتمع من أجل حل المشكلة لهم، وبعد ذلك بناء المنتج لهم وتطوير المنتج بشكل مستمر وفق احتياجاتهم. حالما تقوم بذلك تقوم بتوسيع النطاق، هذا هو التحدي، ويمكن أن يكون متعة أيضا.
نعم. طب ري، استثمرت بكثافة في العملات المشفرة، برأيك هل هذا المال الحقيقي بالنسبة لك، أم أنه ما يحصل هو فقاعة مالية مؤقتة وأنت استفدت منها؟ لا شك بأنني استفدت من العملات الرقمية، والكثيرون استفادوا منها، ولكن مهم جدا أن ندرك بأن هنالك قصتان الآن ضمن عالم العملات الرقمية. القصة الأولى التي نسمعها لا نسمع سوى عن بيتكوين عندما ترتفع الأسعار كثيرا وبعد ذلك تنخفض بشدة، وهذا يحصل مرة كل عامين، وبعد ذلك وفقط حينها يتحدث الجميع عن بيتكوين، البعض يزدون ثراء ولكن الكثيرون يخسرون أموالهم. هذا ما نسميه بالتكهنات، والتكهنات في الحقيقة هي ربا، هي محرمة لأنها غير طبيعية. بيتكوين يعاني من قوى كثيرة تتلاعب به وتؤثر على فئات كثيرة من المجتمعات حول العالم. إلى جانب بيتكوين هنالك الآلاف من العملات الرقمية وكلها خدع، فالسكان الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم لديهم كل الحق لكي يشككوا فيها. هذا مهم جدا أن ندرك ذلك. لماذا؟ لأن هنا يكمن الضرر. فهذه القصة ليست قصة الحلال، بل هي قصة يجب أن نبتعد عنها. وهنالك قصة أخرى، وهي القصة التي أركز أنا عليها، وهي بيتكوين كوسيلة للتبادل، ليس كأصول للأثرياء التي تلعب بها. لدينا ما يكفي منهم، ليست بحاجة للمزيد منها. بيتكوين خلقت لكي تكون نظيرا للعملات عبر الإنترنت. يبقى هذا رأيك وهذه طريقة ذكري يوسف، مؤسس شركة باكسفيل. شكرا جزيلا لك على هذا. شكرا لك. رغم أن مذاق أو مهنة ذواق الشاي مهنة قد لا تبدو سهلة، إلا أنها تتطلب الكثير من التدريب لتقوية حاسة التذوق والقدرة على التقييم، تقييم الشاي الذي له أنواع متعددة حول العالم وتختلف حسب بيئة زراعته وطريقة تصنيعه. رغم أن تناول الشاي من حين لآخر محبب لدى الكثيرين، إلا أن الطريقة الصحيحة لتحضيره ليست شائعة. ذواق الشاي، ما هي مهنة ذواق الشاي وما متطلباتها؟ هل هي مهنة شاقة أم واحدة من أمتع المهن بالعالم كما يعتقد الكثيرون؟ هذا ما سنتعرف عليه أكثر من ضيفنا محمد حيزة. تعتبر رايقة فعلا، فيها روقان. يعني أقول لك أنا مثلا داخل فوق 70، فحتى كل يقول لي بتوع الشاي أنت بتقول لي أنت فوق 70، أنت في بالشكل والشيب ده، أكيد الشاي ليه سبب، ليه سحر. ورغم أن مهنة ذواق الشاي قد تبدو سهلة، إلا أنها تتطلب الكثير من التدريب لتقوية حاسة التذوق والقدرة على التقييم. النهاردة عشان أبقى ذوقت شاي، الواحد نم عنده حاسة التذوق بيعمل الباتشات دي وبيعمل التيستينج، بنحط الباتش 50 كوباية في 20 باتش في اليوم، 12 الصبح و 8 بعد الظهر. كان بيشتغل من 9 لـ 5، من 9 لحد لانش اور تقريبا الساعة 1، ده 12 باتش، وبعد الظهر من الساعة 2 للساعة 5 8 باتش، يبقى كام؟ بنعمل 1000 كوباية في اليوم. بعرف بقى العيوب بتاعة التصنيع أو حتى في الزراعة، من مجرد ان اشوف لون المحلول ولون التفل والتذوق. للشاي انواع متعدده حول العالم، وتختلف انواعه حسب بيئه زراعته وطريقه تصنيعه. ده الشاي الاخضر اللي ما فيهوش اكسده، اللي هو عمليه التصنيع بتاعته بعد الفرم وبيدخل على طول على الفرن، ده الاخضر، عشان كده احنا قلنا الفايده بتاعته اعلى. وده شاي نوع تاني الصينيين بيحبوه جدا اسمه بريك تي، اغلى نوع من انواع الشاي اللي هو الابيض، اللي هو ده اللي هو البراعم بتاعت الشاي. رغم أن تناول الشاي من حين لآخر محبب لدى الكثيرين، إلا أن الطريقة الصحيحة لتحضيره ليست شائعة. إحنا بنعمل الشاي بطريقة غلط، المية السخنة على الشاي على طول دي طريقة مش صح، ده مظبوط؟ هو دي أقرب للصح، اللي هي الكشري، اللي يعني إحنا بنسميه تجاوزنا الكشري، بس هي مش الطريقة الصحيحة. الطريقة الصح اللي هوريها لك دلوقتي. طيب يلا بينا. الطريقة الصح، بنجيب البراد وبتسخن فيه شوية مية الأول ونرميها عشان ياخد درجة حرارة، وبعدين بعد كده بلقم تلقيمة بتكون 2 جرام لكل كوباية شاي. بعد كده بتكون المية دي مغلية، مغلية غليان جامد، وأقوم صابب على قد الكوباية بتاعتي وغطيه
وبعدين ستوب واتش او خمس دقائق، بعد خمس دقائق بالظبط اسيبه يعمل بروينج. شوف فتح ازاي جميل، هو ده اللون الصح بتاع الشاي. ندى حجازي، العربيه، القاهره. وللمزيد تنضم إلينا من القاهرة وتحديداً من التجمع الخامس الزميلة ندى الحجازي، ومعها محمد حيزة خبير شاي. صباح النور لكما. وين الشاي؟ لما عم تشربوا شاي؟ ما اشربش الشاي، اشرب أزوزة يا ندى. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي افضل حال، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالتقرير. معانا النهاردة ضيفنا محمد حيزة. ازاي حضرتك؟ صباح الفل على كل المشاهدين العربيه وعلى كل اللي بيشربوا شاي دلوقتي. طيب احنا عايزين نتكلم اكتر عن مهنه ذواق الشاي، وحضرتك قلت لي امبارح ان هي مهنه رايقه. طبعا منها حاجه بتعمل مع الحاجه بتقدر الدماغ، فضروري كل حد يكون دماغه رايقه. طبعا هي ككل الحواس، السمع والبصر والتيستينج، بتعمل لها ديفلوبمنت لحد ما الواحد بالتمرين بيقدر يوصل لمرحلة ان يقدر يفرق أنواع الشاي من بعضها. طيب هل مهنة ذواق الشاي ليها مؤهلات دراسية مثلا معينة مطلوبة؟ في إمكانيات معينة مطلوبة للمتقدم على الوظيفة دي؟ هو بس المهم ما يكونش بيدخن خالص، عشان طبعا حواس والبق ما يتأثرش، ويكون طبعا يكون حياته سوية، يكون مثلا بينام كويس، بيصحى كويس، راجل يعني مش مثلا غاوي شرب او بيشرب سجاير او حاجه، ويكون واخدها من الاول من لو ليفل يعني. طب حضرتك قلت لي امبارح معلومه برضو كانت صادمه جدا بالنسبه لي، ان ذواق الشاي يفضل يكون ما بيحبش الشاي. بالظبط، عشان يبقى نيوترال. لما اجي احكم على حاجه اول مره ادوقها فبقاش عندي ميول اللي يقول لك لا انا بحب الشاي ده عن الشاي ده. فضروري يكون يبقى زي ورقه بيضة. ويمكن قلت لحضرتك امبارح في التقرير ان لاول ما رحت شركه من الشركات الكبيره ليبتون وبروك بوند اتعلم هناك الشاي سنه 73، الراجل الخواجه الانجليزي يمكن تصرف الصوره في التقرير، سالنا اول سؤال اي نوع من الشاي انت بتحبه؟ كنت لسه متخرج من الكليه بقالي 3 4 سنين، قلت له ما بحبش اي نوع من الشاي. قال له واو. قلت له يعني؟ قلت هرجع يعني خلاص هيروحوني. قال لا، ده this what we want، we want something clear، ابيض. حضرتك النهاردة جايب لنا يعني أنواع متعددة من الشاي، في منها المعروف طبعا الأسود والأخضر، لكن في أنواع إحنا مش متعارف يعني أو مش منتشرة، ممكن تكلمنا بقى عنها أكتر؟ يعني ده أعتقد شاي أبيض. الشاي ليه طريقتين في التصنيع وليه نوعين من سبيشيز بتاع الشجرة نفسها. في نوع بيتزرع في الصين واليابان وفيتنام اللي بيطلع منه الشاي الأخضر، اللي هو ده منه، ده الشاي الاخضر، ده الشاي الاخضر اللي بيطلع. طريقه التصنيع بتاعته مختلف عن طريقه تصنيع الاسود. طب والابيض؟ الابيض ده عباره عن جولدن تيبس او سيلفر نيدل، اللي هي البراعم بتاعه الشاي، وهو الاغلى. هو الاغلى والاندر حاجة. اندر حاجه واغلى حاجه اللي هو الشاي الابيض. احنا استمتعنا جدا ب اما الشاي الاسود بقى برضو عشان اكمل المعلومه حضرتك، الشاي الاسود فيه طريقتين للتصنيع بتاعته، في الاورثوذكس اللي هي الطريقه التقليديه اللي هي الورق اللي معظم العرب بيحبوه، وفي طبعا في اللي هو السي تي سي اللي بنسميه احنا بنسميه تجاوزا الخرز، ما فيش حاجه اسمها خرز يعني. فعشان حجم الورق وده شكل ورقه الشاي، لما تيجي تقطف بتقطف الاثنين دول بس، ده القطف الصح، ده دول ما لهمش اي لازمه. معلومات قيمة جدا ومثمرة جدا، اعتقد ان احنا مش هننظر نفس النظر لكوباية الشاي مرة تانية، واتمنى انا هشربها زي ما اشربها لانه هذا بتكيف دماغي زي ما بيقولوا. شكرا جزيلا لندى الحجازي، وشكرا لضيفك، يعطيك العافية. كن صديقي.
احتفلت العديد من دول العالم بيوم الصداقة العالمي أو اليوم الدولي للصداقة، وهو أحد الأيام الدولية الذي يصادف في 30 من يوليو من كل عام. اعتمدته الأمم المتحدة للتعبير عن الشكر والامتنان للأصدقاء. فمنذ عام 2011 وباعتبار الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً ملهماً لجهود السلام. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل لو بقينا أصدقاء. كل امرأة تحتاج إلى كف صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل. إن كل امرأة تحتاج. تشير دراسات علمية إلى أن حاجاتنا للأصدقاء أعمق بكثير من مجرد قضاء وقت ممتع، فالصداقة التي تقوم على أساس الثقة والتعاون والمشاركة لها فوائد صحية عديدة. فوفقاً لموقع مجلة نيتشر العلمية، هي دافع قوي للعيش وحب الحياة والإيجابية، وهي أمور تؤثر على سلامة الجسد وبالتالي تقوية المناعة. وجود الأصدقاء يرفع من نسبة التقبل الذات والشعور بالامتناع ويعزز الثقة بالنفس. مشاركة الأصدقاء الهموم الحياتية والمشكلات يقلل من الشعور بالضغوط، أيضاً تقلل من مستويات التوتر وتزيد من طول العمر. تساهم الصداقة في تقبل الأشخاص للصدمات النفسية والعاطفية الصعبة. وأخيراً، الصداقة تعني الضحك الكثير وبالتالي زيادة هرمون السعادة والمعروف باسم التستوستيرون. هو صديقي ذا كلام قلت ضايق، شال كل همي وضيقي. وصديقي ذا كلام قلت ضايق، شال كل همي وضيقي. وانت عثر بزماني، وانت عثر بزماني. تدخل السعودية اليوم الأحد مرحلة جديدة في التعامل مع فيروس كورونا من خلال عدم السماح لغير المحصنين بالدخول إلى جميع الأماكن العامة وكذلك الخاصة في البلاد. تفاصيل أكثر مع سالم الراجح. مرحلة جديدة تدخلها السعودية في التعامل مع جائحة كورونا بداية من اليوم الأحد، وعنوان هذه المرحلة هو التحصين، الذي أصبح شرطاً لدخول جميع الأماكن العامة والخاصة في البلاد، بما في ذلك أماكن العمل والمطاعم والمقاهي ومحلات التموين وجميع المنشآت بدون استثناء. وحالة التحصين يثبتها الشخص من خلال تطبيق توكلنا، الذي يظهر حالة الشخص إذا كان محصناً بجرعة واحدة أو محصناً بجرعتين أو محصناً متعافي. ويوجد في السعودية أكثر من 500 مركز تقدم لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، وفي الأيام الأخيرة تضاعفت أعداد الجرعات اليومية المقدمة لتصل إلى 400,000 جرعة يومية. من الخبر سالم الراجح، العربي. ونبقى معك يا سالم، وتنضم إلينا من مقر أمانة المنطقة الشرقية في الدمام. صباح الخير لك. صباح الخير يا سالم. صباح الخير لكم والمشاهدين. مرحبا.
صباح الخير لكم المشاهدين الكرام. طيب سالم، يعني ما ردود الفعل وتفاعل الناس مع القرار الجديد؟ نعم، اليوم بدأ تنفيذ قرار منع دخول غير المحصنين للأماكن العامة والخاصة في السعودية، بمعنى أن الشخص الغير مصاب بفيروس كورونا إذا كان غير محصنا لا يمكنه أن يدخل إلى أي منشأة عامة أو خاصة حتى لو كان غير مصاب بالفيروس ويثبت طريقة تحصين عبر تطبيق توكلنا. نحن الآن نتواجد في أمانة المنطقة الشرقية وفي مبنى أمانة المنطقة الشرقية نرصد بدء تنفيذ هذا القرار، وهو منع دخول غير المحصنين للأماكن العامة وأماكن العمل سواء للموظفين أو حتى للمراجعين. أثناء دخولنا لمبنى أمانة المنطقة الشرقية رصدنا رجال الأمن الصناعي يتأكدون من أن الأشخاص الداخلين إلى المبنى هم أشخاص محصنين. طبعا هذا الأمر سيطبق أيضا حتى على المنشآت التجارية أو حتى على أماكن العمل وجميع النشاطات الترفيهية والثقافية في البلاد بداية من اليوم. طبعا هذا التاريخ وهو 1/8 تم تحديده قبل ما يقارب الشهرين حتى يكون هناك فرصة للمواطن أو لسكان السعودية بشكل عام لتلقي اللقاح. أيضا أصدرت وزارة الموارد البشرية اليوم توضيح فيما يتعلق بالموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح، أكدت أن جهات العمل تستطيع أن تستفيد من الموظفين غير المحصنين من خلال العمل عن بعد، أما إذا لم تستطع إدارة العمل أو لم يكن هناك مساحة للاستفادة منهم في العمل عن بعد فإنه يمنح إجازة من الرصيد المستحق، وإذا لم يكن هناك رصيد مستحق للموظف يعامل كغائب بعذر ولا يستحق أجرا مقابل هذا الغياب. هذه أبرز ملامح بدء تنفيذ تطبيق هذا. طيب سالم، خليني أسألك، اللي ما أخذ جرعة واحدة من اللقاح، وأيضا اللي هل PCR يعني ضرورية أو المسحة ضرورية للحضور، وبالتالي أيضا من لم يأخذها ماذا سيكون عليه؟ نعم عادل، الشخص المحصن في السعودية هو إما شخص تحصل على جرعة واحدة أو شخص تحصل على جرعتين أو محصن متعافي، وجميع هؤلاء الأشخاص لا يلزمون بعمل فحص PCR. عمل فحص PCR غير مستعمل وغير مطبق في أماكن العمل، كما تعرف هذا يحتاج غالبا مدة يوم حتى تخرج النتيجة، لذلك هو حل غير عملي. ولكن الشخص الحاصل على جرعة واحدة يعامل كمن تحصل على جرعتين فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار في السعودية حتى الآن. ولكن نعم، اللي يشتغل من البيت يا سالم، طيب واللي اللي بعذر، انتهت الفترة، إلى متى ستكون هذه الفترة مفتوحة؟ نعم، بحسب وزارة الموارد البشرية عادل، فإن إذا تمت الاستفادة منه عن بعد يعمل الموظف عن بعد، أما إذا لم يكن إذا لم تستطع جهة العمل الاستفادة منه عن العمل عن بعد فإنه يعتبر غائبا بعذر لا يستحق أجرا. هذا في التوضيح الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية. سالم، الأشخاص الذين شفيوا من كورونا حديثا كيف تتعامل معهم السلطات؟ نعم، أي الشخص الذي تعافى من كورونا يعتبر محصنا لمدة 6 أشهر. طبعا أصدرت أيضا السعودية تحديث فيما يتعلق بالأشخاص المحصنين قبل فترة قريبة. في السابق كان الشخص المحصن لا يستطيع الحصول على الجرعة الواحدة إلا بعد 6 أشهر من تعافيه، ولكن في الوقت الحالي أصبح الشخص المتعافي من كورونا يستطيع الحصول على الجرعة الأولى بمجرد خروجه من العزل أو الحجر الصحي. ولكن على العموم المحصن المتعافي يعتبر محصنا يعامل كمن حصل على الجرعة الواحدة أو الجرعتين خلال مدة 6 أشهر حتى الآن في السعودية. عسى الله يشافي الجميع دائما، وإن شاء الله يعني يكون يحفظ الجميع من هم يعملون من بيوتهم وكذلك من يعملون في مقر عملهم. شكرا لسالم الراجح اللي وضعنا في تفاصيل الصورة، يعطيك العافية. شكرا لك. وبنفس الأجواء
وإجراءات كورونا، وابتداء من الأول من أغسطس لم يعد بالإمكان السفر من الكويت لغير متلقي اللقاح، كما أعلن مجلس الوزراء والسلطات الصحية في الدولة، حيث لن يتم السماح لمواطني دولة الكويت بالسفر إلا بعد التحصين ضد الفيروس عبر تلقي أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة الكويتية أو حتى شهادة معتمدة تفيد بتعذر الحصول على اللقاح لأسباب صحية. طبعا نشاهد. أن تأخذ لقاح كورونا أو لا تأخذه، قرار هذا الأمر ما زال إلى يومنا شخصي، فلا يوجد أي قانون حول العالم يجبر الأشخاص على تلقي اللقاح، لكن هناك بعض القرارات التي قد تجبرهم على أخذ اللقاح وإن لم يرغبوا بذلك. هنا في الكويت ما زال الجدل مستمراً حول ما إذا كان اللقاح إلزامياً أم لا. ظاهر الأمر يقول بأنه لا توجد قوانين حكومية تلزم الأشخاص على تلقي اللقاح، إلا أن بعض القرارات التي أصدرت مؤخراً حول السفر ودخول بعض الأماكن العامة قد تعني ضمنياً ضرورة تناول اللقاح. قرارات الحكومة لاقت ردود أفعال متباينة بين رافضين ومؤيدين لها، ما يفتح باب التساؤل حول دستورية مثل هذه القوانين الطارئة بسبب الأزمات والكوارث. من الكويت شهد المتروك، العربية. اتخذت الكويت العديد من القوانين والإجراءات خلال الفترة الماضية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فأغلقت البلاد لأشهر عدة، كما أوقفت العديد من النشاطات الاجتماعية في سبيل حماية المواطنين من كورونا. لجنة طوارئ كورونا التابعة للحكومة الكويتية أصدرت مؤخراً العديد من القرارات، كان آخرها قراراً أكد ضرورة تلقي جرعة اللقاح للمواطنين الراغبين بالسفر خارج البلاد. القرار لاقى ردود فعل متباينة، فضلاً عن رفع العديد من المواطنين الكويتيين لدعاوي قضائية طالبت بوقف العمل بالقرار الخاص بالسفر للمواطنين، معتبرين أن ذلك غير دستوري. رافضو القرار يرون أن مثل هذا الإجراء يحد من حرية المواطنين وهو يخالف الدستور الكويتي، في وقت يعتبر الداعمون للقرار أن الحكومة من حقها اتخاذ أي إجراء من شأنه حماية المواطنين من الجائحة. للمزيد ينضم إلينا من الكويت المحامي حسين العصفور، وأيضا عبر سكايب المحامي حسين الحردان، حياكم الله. ليبدأ أولا مع المحامي حسين العصفور، لماذا تمنع الكويت يعني مواطنيها من السفر إلى الخارج إذا كانت الدول في الخارج تشترط فقط الحصول على فحص PCR؟ لماذا تمنعهم من ممارسة حقهم في السفر؟ صباح الخير أخوي عادل. في البداية طبعا احنا هذه الجائحة يعني كل الدول تتعامل معها وفقا للأنظمة واللوائح والقوانين المنصوص عليها في كل بلد. احنا اليوم في الكويت مرينا في أزمة خلال هذه السنتين، أنا بسميها سنتين، يعني دخلنا في باقي 4 أشهر تقريبا وندخل في عامين تقريبا. نعم. اليوم احنا الاشتراطات الصحية في الكويت ألزمتنا في أن نلتزم في القواعد التي تضع من وزير الصحة، وهو ما يسمى بالقائد الأعلى ورئيس اللجنة الصحية الموجود في الكويت، وهو من يضع الشروط وفقا للوائح والدستور والقوانين المنصوص عليها في القانون. اليوم الاشتراطات الصحية أنا أراها مناسبة وتتناسب مع أيضا الدول المجاورة. احنا اليوم نرى الدول المجاورة ونرى الكويت. الكويت اليوم التزمت التزام كلي، وهذا ما جاء على اللسان رئيس المنظمة. ولكن أتحول للأستاذ حسين الحردان. أستاذ حسين، يعني أنتم تعترضون على أنه ما دام هناك طعم الناس، لماذا لازلنا نضع الكمامات وهناك تباعد اجتماعي؟ ما هي
ما اعتراضكم رغم أنه الحالات بالكويت ما زالت مرتفعة؟ أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم ولضيفكم الكريم. اليوم الضمانات لمتلقي اللقاح لم تعد موجودة. نعم. متلقين اللقاح هم الأكثر تذمرا من الحال، كون من تلقى اللقاح لا يجد أي ميزة أو امتياز يفرق ما بينه وما بين عدم تلقي اللقاح أو الشخص الغير مطعم. هذا الأمر واضح في الأسواق، واضح في الجهات الـ يعني الاجتماعية المفتوحة من جهات كثيرة. ضمانات بديهية معمول فيها في الحياة بشكل بسيط جدا، أن متلقي اللقاح أو المقبل على تلقي اللقاح يسأل عن الضمانات، هل أنا متضرر من هذا اللقاح؟ هل هنالك آثار جانبية سلبية يسمونها سايد إفكت؟ هذا الأمر بحد ذاته سميك حسين العصفور يقول أنه هذه إجراءات مطبقة بالدولة اليوم في قانون هو المسطرة ما بين المتلقي اللقاح وعدمه. تمام. الغير متلقي للقاح، الغير متلقي للقاح يواجه ذات الحال للشخص المتلقي للقاح. اليوم الشخص المتلقي للقاح لما يتواجد في المجمعات الكمامات مطلوبة منه، التباعد كذلك مطلوب، ساعات العمل كذلك محددة، وكأن الأمر متواجد بإشكالية معينة قائمة. اللقاح لم يقدم أو يؤخر شيء، بل المنظمات العالمية، الصحف العالمية المعتمدة تؤكد على أمر مهم جدا بإمكان الجميع الرجوع له والنظر في هذه المواقع الرسمية المؤكدة، CDC أو FDA تتحدث عن من الإصابات. أستاذ حسين هذه التقارير التي تتحدث عنها كلها تقول بأنه يجب التطعيم، ولكن أحيانا نسبة الحماية تكون عم تختلف. ولكن أتحول للأستاذ حسين العصفور. أستاذ حسين، يعني أنتم حتى الآن كل هذه التقارير ألم تجعلكم تتساءلون عن ضرورة أو جدوى هذه التطعيمات؟ يعني أنا تابعت تغريدات للكثير من هم ضد التطعيمات، بيقولوا لو أنها ذات جدوى ليست بحاجة لا للتسويق ولا للإجبار. لماذا يجبر الكويتيين بطريقة غير مباشرة على هذه التطعيمات؟ ما وجهة نظركم؟ أنا أختلف معك، هي ليست للتسويق، هي للحفاظ على المناعة المجتمعية. لست أنا من أقول للتسويق، ولكن هؤلاء يقولون بأنه حتى يعني لو كانت ذات جدوى عالية. نعم. هي ليست بحاجة للتسويق أو الإجبار. نعم صحيح كلامك، وهذا كلام، هذا كلام اللي يتم تداوله خاطئ بتاتا. اليوم احنا نصارع وباء، هذا وباء لازم احنا نتأقلم معاه. في ناس تقول تتأقلم معاه، شلون نتأقلم معاه؟ لازم نتأقلم معاه بمحاربته ووقف هذا الوباء بأي طريقة. تم وضع هذه التطعيمات إجبارا وإلزاما لكل المواطنين والوافدين الموجودين في كل دول العالم. اليوم احنا نتكلم عن وباء اجتاح جميع دول العالم. لما نتكلم عن دخول المجمعات ولا دخول الوزارات ولا دخول العمل، اليوم فرنسا وضعت قانون يمنع دخول أي موظف للعمل إذا لم يكون أخذ اللقاح ويفصل من العمل. كل دولة لها شأنها، لكن والسعودية اليوم 1.8 دخلت في حيز القرار الذي وضعته دولة الكويت. الإمارات أيضا في الأيام القادمة ستضع قرارات، البحرين وضعت قرارات، كل الدول تضع قرارات للحد من هذا الفيروس. اليوم إحنا لما نرى القانون أستاذ عادل، القانون رقم 19 سنة 80 الاحتياطات الصحية، قانون رقم 5/76، قانون رقم 17 على قانون 49/2020، يعني 49/2020. كل هذا، هذه القوانين لما وضعت لتتصدى إلى الأوبئة. طيب. نرجع إلى السابق من سنة 2000 لما صار في عندنا إنفلونزا الخنازير وغيره وغيره. اليوم إحنا يجب أن نحترم قرارات الدولة منها للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين اللي في الدولة. حلو. نفسها. خلني أروح إلى سميك حسين الحردان، بأنه اليوم إذا طبقت الدولة هل ستكون مخالفة للدستور وما في عدالة
ولا انتم ولا من يقول بعكس ذلك هو المخالف ويطبق عليه اجراءات. القرارات موجوده أي؟ منطقيه اذا ما تدير اي ازمه تدير اي مؤسسه هذا طبيعي جدا. لكن الكارثه وين؟ الكارثه لما تكون القوانين مستخدمه في غير محلها وفي نطاق ما هو منطقي بحيث ان هذا قانون ما في منطقي ولا غير منطقي استاذ حسين. انت محامي. لما تحد عذرا لما تيجي تستلم هذا القانون وتتعامل معه بشكل غير منطقي الى درجه بان الاطراف او الاشخاص اللي لهم وجهه نظر منطقيه اصحاب اختصاص يظهرون للعلن بيعبرون عن وجهه نظرهم من خلال ساحه اراده او غيره بكل احترام والتزام بالقوانين يواجهون بشكل غير منطقي. الضمانات البديهيه نتكلم عليها، بتكلمني على دستوريه وعدم دستوريه، تمام؟ باختصار اذا تكرمت انت وقتي انهي الجمله على اساس الصوره تكون واضحه. تفضل. كل ما يستند على مساله انت القرارات المتخذه والتضييق مرتبطه بمساله اللقاح. طيب. مع العلم اللقاح الى اليوم لم يعتمد بشكل نهائي. هذا قضية ثانية أستاذ حسين، لا تدخلني باعتماد ولا معتماد. احنا الوقت انتهى، بس انا قاعد اقول لك هي قانون في الدولة. القانون اخي اخوي عادل الله يحفظك ويحفظك. القانون ان كان بيعتمد على حاجة، القانون يعتمد على أرضية صلبة. طيب. انت لما تمنع من كلمتين بتطعنون بالمحكمة الدستورية اللي هي اعلى المحاكم؟ عذرا اكمل النقطة بس لان انا ما والله انتهى الوقت حسين. ايه انتهى، لكن انا ما قادر اكمل نقطة واحدة من بين النقاط المذكورة بامانة. ما قاعد اليوم نتكلم على فحص البي سي ار تم رفضه من قبل منظمات دولية سيمنع قريبا بتصريح رسمي. اثنين، دستورية القوانين والاجراءات اذا بنتكلم عليها بنتكلم عليها بوضوح. اذا بتكلمني على قانون يصدر يتم تنفيذه بشكل سليم لابد ان يستند على قاعدة. اي ولا لا ترايح المحكمة الدستورية ولا لا حسين الحردان؟ اكمل هالجزئية. تجبرني على تلقي اللقاح كشرط لاخذ حريتي الكاملة، مع العلم هذا اللقاح هو نفسه غير معتمد بالنسبة لدول العالم بشكل كامل. يعني ربما نحن بحاجة إلى وقت ويعني لقاء آخر لنتابع هذا الموضوع الذي فيه إشكالية ليس فقط بين المحاميين وإنما أيضا على الجدل الكبير. أشكركما المحامي حسين العصفور وأيضا المحامي حسين الحردان على مشاركتكم. شكرا الله. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. ثلاثة أسعدونا في باي باي لندن، عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، غانم الصالح، وآخرهم الممثلة الكويتية القديرة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض وسفرها لتلقي العلاج في لندن فارقت الحياة في مستشفى ويلستون عن عمر ناهز 59 عاما. شراح هي إحدى صناع البهجة في الخليج والوطن العربي، رصيدها الفني يشهد بذلك، تاركة مكتبة فنية عربية وخليجية، 55 عمل مسرحي، أكثر من 81 مسلسل، أكثر من 14 برنامج كوميدي. لتظل مسرحية باي باي لندن في عام 1981 هي الأهم بين أعمالها وبداية انطلاقتها طبعا، وبطاقتها الذهبية نحو عالم الشهرة شكلت آنذاك انطلاقتها الفعلية في مجال التمثيل. سارت في خط الكوميديا ما مكنها من رسم الابتسامة على ملامح عشاق الدراما والمسرح. طبعا يا عادل أطلت لأول مرة على الشاشة الصغيرة عبر مسلسلي خرج ولم يعد والأسوار، وتلتهما بمسرحيات تسمح تضحك وساندريلا والإنسان الآلي وغيرها. أعمالها توالت بالنجاحات وتمكنت من تقديم العديد من الشخصيات الكوميدية، ما جعلها سيدة الكوميديا الخليجية لأكثر من 3 عقود. طبعا وقفة مع أهم أعمال الفنانة الراحلة انتصار الشراح، نعيد ونعيش بسمتها المحبة الدافئة. رحمك الله يا مسالم. يوم ما ينني بنسفة قدرته كحل عيوننا مدهن قذلته، يوم ما ينني بنسفة قدرته كحل عيوننا مدهن قذلته، خزين بعينا وقلك اش هالبلا وقال يا ما طيور ليش العيلة، خزين بعينا وقلك اش هالبلا وقال يا ما طيور ليش العيلة. هذا اللي عطوني في المدرسة.
قالت لي اي حد اخر انا يا عم بوزر. لا لا بس انا فهودي. الله جيمر الله يا الجيمر نبلاك الجيمر فيون ابي بيت فيون اشك كاتري والله انا يا عم زين اول اكسر هذه شنو مسابقة رمضان ولا شو سالفة؟ ونتابع اليوم جولتنا على أهم مسارح العالم، وحين نجول على أهم المسارح في العالم ونمر على أمريكا لا يمكننا إلا أن نتوقف عند المسرح الصيني لأسباب عدة منها معمارية وأخرى ترفيهية. إنه المسرح الذي زاره تقريبا جميع نجوم السينما. أنت يا نجم السينما زرت؟ لا نجم سينما، أنا نجم مسرح. طيب تركوا طبعا أثر كبير فيهم التفاصيل دائما مع رافي بوغسيان اللي غاص هناك وتحديدا من أمام المبنى، ما غاص وايد. نتابع. أهلا بكم. عند ممر المشاهير في هوليوود يقع المسرح الصيني الذي بناه سيد غرومان العام 1927 ليصبح اليوم المقر الرئيسي لعرض وافتتاح أهم الأفلام، كما واستقبل 3 حفلات لتوزيع جوائز الأوسكار. كما ترون معي لا شك أن أحد أجمل أسرار المسرح والتي تأسر الحاضرين هي الهندسة الداخلية، ولمعلوماتكم السقف رسم باليد على ارتفاع 90 قدما من قبل عدة فنانين. في اللوبي ترون أزياء ارتداها بعض أهم النجوم والنجمات الذين عرضت أفلامهم في المسرح الصيني، ومن المحفوظات ثوب مارلين مورو الذهبي من فيلم جنتلمان بريفير بلوندز، وثوب جودي غارلاند من ويزرد أوف أوز، وأيضا زيو أرنو شواتسينيجر في ترمينيتر. بالطبع ما يعرفه جميعا أن الساحة الأمامية هي بصمات اليدين والقدمين للمشاهير. 300 شخصية تم تكريمهما بوضع طبعات أيديهم وأقدامهم هنا في الإسمنت، منهم مايكل جاكسون، كيرك دوغلاس، مورغان فريمان، واللائحة تطول. ولكن بعض النجوم لم يكتفوا بطبعات اليدين والقدمين مثل جاكي شان اللي طبع أنفه. رافي بوغسيان، العربية، هوليوود. تشتهر قرية الحرانية إحدى قرى محافظة الجيزة بصناعة السجاد اليدوي. البداية كانت من خلال المركز المعماري للراحل رمسيس واصفة الذي كان عاشقا للحرف اليدوية. من هنا جاءت فكرة إنشاء مركز ومدرسة لصناعة السجاد اليدوي. طبعا تعلم فيها أهل القرية هذه الحرفة وأصبحوا فنانين وليسوا مجرد حرفيين، فيحولون الطبيعة في بيئتهم الريفية إلى لوحات فنية بالنول. على مدار نصف قرن اقترن اسم قرية الحرانية بالسجاد وبالمركز الذي أصبح ينافس بمنتجاته الأسواق العالمية.
تنضم إلينا من الحرانية إحدى قرى محافظة الجيزة سمر باشات. يا سمر صباح فصل. لا حظنا ويا سمر مش طيب. راح نحاول مع سمر مرة ثانية أنه نتصل عليها ونتكلم عن تسمعينا سمر؟ يبدو أنه تسمعنا ولا بعد ما سمعت سمر. طيب بالتأكيد يعني السجاد هدية قيمة طبعاً. إذا كان مغزولا باليد، وبالتالي الخبرات المتراكمة هي ما تصنع قيمته، خاصة بأنه هذه الحرف أصبحت يعني قليلة من يمارسها، وبالتالي هي قطعة مثل ما ذكرت قطعة فنية تقدم كأغلى الهدايا. طيب خلينا نرجع إلى سمر. يا سمر صباح الخير. سمعت. صباح الخير يا عادل. أيوة أهلا. يعني هل سننال إذا مسكت يديك النول وتغزلين لنا سجادة؟ أنا حابب يعني سجادة من إيدك. طبعا غزل إيديك قوي قوي، ما فيش مشكلة، ديني 70 سنة بس زي الناس اللي هنا بقى لهم 70 سنة بيشتغلوا. تفضل يا سمر. تفضل يا ستي. اوكي عادل، احنا هنا في مركز رمسيس سويسا واصف للفنون، ده كان النوال الحقيقية لصناعة السجاد اليدوي المعلق والنسيج المرسم هنا في القرية، وده بدأها المعماري رمسيس سويسا واصف من 70 سنة، حول البسطاء الفلاحين بتوع القرية إلى فنانين بيعملوا النسيج اللي انت شايفه ده، هم عاملينه من خيالهم. معانا سوزان ابنة الراحل رمسيس سويسا واصف. اهلا صباح الخير، اهلا بيكم. ادينا فكره كده سريعه، الفكره الاساسيه اللي بتقوموا عليها ايه واللي بداها رمسيس سويسا واصف؟ الفكره الاساسيه هو والدي كان عنده ايمان قوي ان الطاقه الابداعيه والابتكار موجوده في الناس كلها، خصوصا كمعماري هو ابتدى يحتك بالحرفيين، وكان معجب جدا بالحقبه اللي كانت فيها الحرفه المصريه مزدهره، كان بيشوف قد كده فيها فن وابتكار. ولما المكنه دخلت في حياتنا كل الانشطه دي ماتت، فحب عن طريق تجربة علمية مع الأطفال كبداية إن هو يثبت إن الطاقة دي موجودة في الناس كلها، بس ما بنبقاش عارفين إنها موجودة إلا لو مارسنا حرفة في جو يدينا حرية كافية إن إحنا نكتشف ذاتنا. فعشان اللوحات هم رسمينها مثلا دي مش رسم، يعني لما بتيجي الفنانة تنسج هي بتنسج خيالها، بس ده بيجي بعد 30-40 سنة من التنشئة والتعليم وإعطاء الثقة في النفس. يعني الأطفال في البداية لازم يبتدوا كأطفال، يعني بتبقى قطع بدائية كده بيكتشف بيها الأول إيه هو النسيج، علشان إحنا عندنا 3 قواعد بنحترمها. إن أولا مش هنوري الولاد دول أي فن مسبق، عشان عايزين فكرهم البكر ينمو. تاني حاجة هنخليهم يمارسوا الحرفة مباشرة، يعني مفيش مرحلة تصميم وبعدين تنفيذ، إن الفنان أو النساج بيبقى عنده فكرة في خياله وبيقعد قدام النول ويعبر عن بيئته بتلقائية. الخامات اللي بتستخدموها؟ احنا عندنا نوعين من النسيج، في نسيج الصوف هنا هو، وفي نسيج القطن. الاثنين الحقيقة كمان والدي بحث كتير عشان يستخدم خامات أصلية موجودة في البلد، يعني الألوان اللي بنصبغ بيها الخيوط دي ألوان كانت بتتزرع في مصر، نباتات بتتزرع في مصر من القرن الرابع، دور على بذورها وجابها وزرعها في المركز هنا، وهي دي اللي بنعمل بيها كل الألوان الموجودة. طب احنا ممكن نشوف المشغل سريعا لان الوقت سمر المشاغل هنا هو طبعا المعمار بتاع المكان لان والدي كان سمر سمر للأسف انتهى الوقت وقت البرنامج. نعتذر من ضيفتك وشكرا لك، استمتع بالجولة ويمكن نشوفها ويان باكر. طبعا شكرا. طبعا عادل وصلنا إلى ختام صباح العربية لليوم. الله يسلمك يا رب. طبعا نراكم غدا إن شاء الله بمواضيع جديدة. بأمان الكريم، شوفكم باكر.